بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى اليوم عن اللقاء الثالث عشر، عن رجوع إخوة يوسف إلى أبيهم بعد حبس أخيهم بنيامين في مصر مع عزيز مصر. رجع إخوة يوسف عليه السلام إلى بلدهم فلسطين وهم مهمومين في ضيق وغم، حيث أخاهم الصغير بنيامين الذي اتهموهم عليه أبوهم محبوسا عند عزيز مصر، وأخوهم الكبير روابيل متخلف هناك في بلاد مصر لأجل أخيه بنيامين. ودخلوا على أبيهم يعقوب عليه السلام فأخبروه خبر أخيهم الصغير بنيامين وأخيهم روابيل كما طلب منهم أخوهم الكبير، فلم يدخل عليه هذا القول، ولم يصدقهم نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، لأنهم كذبوا من قبل في يوسف عليه الصلاة والسلام، وقال لهم والحزن والهم يملأ قلبه، بل زينت لكم أنفسكم أمرا هممتم به وأردتموه فصبرا على ما نالني من فقد ولدي صبرا جميلا لا جزع فيه ولا شاكي، عسى الله أن يأتيني بأولادي جميعا فيردهم إلي، إنه هو العليم الذي لا يخفى عليه شيء في أفعال ما أقول. قال الله تبارك وتعالى: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. سورة يوسف. وتولى وأعرض نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام حزينا على أولاده، ويهيج حزنه الجديد على بنيامين وأخيه روابيل حزنه القديم على فلزة كبده يوسف عليه السلام، وحرك ما كان كامنا وقال: يا حزنا على يوسف ويا أسفاه الشديد عليه، وأخذ يبكي بكاء شديدا على يوسف حتى ابيضت عيناه من شدة الحزن والبكاء، وذهب بصره وصار كاظما لغيظه، ممسكا على حزنه لا يظهره لأحد من أهله من شدة الأسف والشوق إلى يوسف عليه السلام الذي فارقه ما يقرب 40 سنة. وظل نبي الله صابرا شاكرا لربه غير معترض، فهذا من جملة الذي يصاب به الأنبياء لرفع درجاتهم وعلو مقامهم. يقول الله تبارك وتعالى: وتولى عنهم وقال: يا أسفاه على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. سورة يوسف. ولما رأى أولاده قالوا له حزنا عليه: لا تزال تذكر يوسف ولا تفتري ولا تنقطع عن حبه حتى تكون مريضا في جسمك مشرفا على الهلاك ويذوبك الحب والحزن عليه، أو تكون من الموتى الهالكين. يقول الله تبارك وتعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الهالكين. سورة يوسف. ولما رأى يعقوب عليه السلام الغلظة والجفاء من أولاده في مخاطباتهم قال لهم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم طلب من أولاده يذهبوا إلى المكان الذي جاءوا منه في مصر وخلفوا فيه أخوهم، ويتحسسوا ويلتمسوا أخبار يوسف وأخيه بنيامين، ولا يقنطوا من رحمة الله وفرجه. قال الله تبارك وتعالى: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.
يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سورة يوسف. تعريف إخوة يوسف بيوسف عليه السلام وعطفه عليهم واعترافهم بذنبهم. رجوع إخوة يوسف عليه السلام إلى مصر كما أمرهم أبوهم يعقوب عليه السلام، وقصدوا يوسف عليه السلام في مصر في ملكه، فلما دخلوا عليه قالوا متعاطفين متراحمين: يا أيها العزيز، لقد مسنا وأهلنا الحاجة والفقر وضيق الحال من الجدب والقحط، وجئنا لجلب الطعام ببضاعة ضعيفة قليلة رديئة نبدلها بالطعام، وهي لا يقبل مثلها إلا تتجاوز عنها وتقبلها منا. وطلبوا منه أن يوفي لهم الكيل ويتصدق عليهم برد أخيهم بنيامين عليهم. قال الله تعالى: فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. سورة يوسف. ولما سمع يوسف عليه السلام هذا الكلام من إخوته ورأوا ما وصلوا إليه من سوء الحال رق قلبه وحن عليهم ورحمهم وبكى وباح لهم بما كان يكتمه من شأنه، كاشفا عن سر حسرته عن جبينه الشريف، قائلا لهم: قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ سورة يوسف. المعنى: ما أعظم ما ارتكبتموه من قطيعة الرحم وتضييع الحق إذ فرقتم بين يوسف وأخيه وسببتم بذلك الأذى المكروه وأنتم جاهلون بعاقبة ما تفعلون بيوسف وما يؤول إليه أمره. يقول الله تبارك وتعالى: قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ وعندما واجه يوسف عليه السلام إخوته بهذه الحقيقة تعجبوا وذهب سكرتهم وتيقظوا وعرفوا الحقيقة أنه هو يوسف عليه السلام. قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سورة يوسف. وبإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم سنكمل لكم بقية هذه القصة الشيقة، قصة نبي الله يوسف. ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم حيثما كنتم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.